زي ما توقعنا اليوم كان استمرار لحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي بدات معانا من يومين. كان في تساقط للامطار الغزيره التي تساقط معها حبات البرد احيانا على العديد من المدن والمحافظات الساحليه للجمهوريه. امتدت امطار من خفيفه الى متوسطه الى باقي محافظات الوجه البحري وايضا مدن القناه حتى القاهره الكبرى. وصلت خفيفه لبعض محافظات شمال الصعيد زي الفيوم وبني سويف والمنيا، ايضا حتى مناطق من اسيوط شهدت امطار خفيفه غير مؤثره. طبعا كان اليوم ايضا استمرار انخفاض درجات الحراره بشكل كبير والعظمى على القاهره بتسجل في حدود ال 15 الى 16 درجه مئويه. حتى محافظات جنوب الصعيد المفترض انها بتسجل اعلى درجه حراره على مستوى الجمهوريه سجلت اليوم ما بين 17 ل 18 درجه مئويه. لكن المواطن شعر بدرجات الحراره اكثر بروده في الدرجات اللي بنقولها دي بسبب نشاط الرياح النسبي اللي موجوده على اغلب الانحاء بالاضافه للسحب الموجوده اغلب ساعات اليوم واللي كانت بتحجب جزء كبير من اشعه الشمس. اليوم تحديدا ايضا كان في اضطراب في حركه الملاحه البحريه لكنه مقارنه بالامس فاليوم كان الاضطراب كان اقل. كانت ارتفاعات الامواج ما بين 2.5 ل 3 متر. تمام. اجمالا الحاله الجويه اللي حصلت اليوم كما كان متوقع. هل النهارده هو الذروه يا دكتور في هذا التغير وفي ظل تعرضنا للمنخفض الجوي، ام ان الايام اللي جايه ممكن نشهد فيها حاله اكثر اضطرابا او عدم استقرار بشكل اكبر؟ خلينا نقول ان ذروه الحاله اللي بنشهدها بتكون من اليوم وحتى نهايه الاسبوع الحالي. تقريبا الايام كلها متشابهه من حيث كميات الامطار او المناطق اللي بتسقط عليها الامطار، يعني حتى يوم الجمعه القادم متوقع استمرار تساقط الامطار المتوسطه الى الغزيره والرعديه في بعض الاحيان ومصحوبه بحبات البرد في احيان اخرى على محافظات ومدن الساحل الشمالي للجمهوريه زي اسكندريه ومطروح وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء. ايضا محافظات شمال وجه البحر زي البحيره والبقاليه وكفر الشيخ بتمتد باقل شده بتكون من متوسطه الى خفيفه احيانا على باقي محافظات الساحل الشمالي وبتصل من حين لاخر امطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى مع استمرار انخفاض درجات الحراره علشان تكون في حدود 15 ل 16 درجه ودي بالفعل اقل من المعدلات الطبيعيه. تمام. كمان بيستمر حركه الاضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط حتى نهايه الحاله الموجوده حاليا. طيب وعلى ذكر البحر المتوسط يا دكتور، احنا عارفين في نوة الكرم اللي موجودة دلوقتي في اسكندرية، النوة دي هتنتهي امتى وكمان تداعياتها على حالة الطقس في اسكندرية تحديدا؟ يعني اسكندرية تحديدا بتشهد منذ بداية الحالة الجوية الحالية اضطراب في الاحوال الجوية بشكل كبير سواء من حيث وزارة الامطار زي ما قلنا بتشهد امطار غزيره وتكون رعديه ومصحوب حبات البرد احيانا بتشهد انخفاض في درجات الحراره زي باقي المناطق الجمهوريه. لكن زي ما احنا عارفين المدن الساحليه عموما واسكندريه هي اكثر عرضه بتشهد اكبر كميات من الامطار. يعني التحسن هيكون بدايه من يوم السبت ان شاء الله؟ باذن الله بدايه تحسن في درجات الحراره، هتهدأ سرعات الرياح بشكل كبير، درجات الحراره ترتفع بمعدل درجه او درجتين تقريبا على اغلب الانحاء. كمان فرص الامطار هتكون اقل بشكل كبير جدا، هتكون فقط امطار خفيفه قد تصل لمتوسطه احيانا وهتكون فقط على محافظات ومدن الساحل الشمالي.